ما خلاص بقى يا سهير، خلاص بقى لي ساعة بتحايل عليكي. ما انا جبت لك ورقتها اهو. ايوه، عشان تعرفي ان انت والعيال ماليش غيركم في الدنيا دي كلها. اه والله، ده حتى اهلي واخواتي كلهم قطعوني من ساعه ما رحت وقلت لهم على الحكايه. يعني خلاص بقى، خلاص يا سهير، اصفي اصفي عشان نرجع ايام العشره الجميله، اصفي عشان نربي العيال وسطينا يا سهير. طب ثلاثه بالله العظيم، انا ما كنت اعرف يعني ان الموضوع ده انت مالكيش اي يد فيه، غير لما الدكتوره صفيه بعتتني للدكتوره زين وهي بقى اللي شرحت لي كل ده. رأيها يا امين، ما انا عارفه كل حاجه. الله، خلصنا يا حاضر. حاضر يا سهير، الورقه معاك اهي، وانت بقى بشوقك شوف انت عاوزه تعملي ايه. الله، ده انت بتتبسمه يعني ايه؟ خلاص كل حاجة تمام ولا ايه؟ ايوة كده يا شيخة. ايوة كده، ايوة ايوة. ايوة كده. وقولي لي بقى يعني ايه؟ يعني معنى كده يعني انك هتعملي لي الجمبري؟ اسكت. ايه؟ مش انا لسه منظفة الجمبري وحطاه في الثلاجة دلوقتي حالا. الله 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 الله. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.